السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. استشهاد جندي وإصابة 3 من جنود النخبة الحضرمية جرى مداهمة لأحد الأماكن المشبوهة في مدينة الشحر. رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة الثانية يتفقد الوحدات العسكرية المرابطة في مديرية يبعث. توقيع اتفاقية لإقامة مخيم جراحي بمستشفى الشحر العام. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد جندي من النخبة الحضرمية وأصيب 3 جنود آخرين بإصابات طفيفة أثناء مداهمة لأحد الأماكن المشبوهة في مدينة الشحر ضمن جهود قوات المنطقة العسكرية الثانية في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصر الإرهاب. وقال بيان الموقع الرسمي للمنطقة الثانية أن المداهمة وقعت بعد ورود معلومات عن جنود أماكن مشتبهة، حيث تحركت على الفور قوات النخبة الحضرمية فجر الجمعة لمداهمة أحد أماكن الاشتباه لوجود متفجرات فيها، وقد تم العثور على حقيبة معدة للانفجار في المكان كانت تعد لاستهداف تجمعات لمواطنين في حضرموت، حيث أن قوات من لواء الأحقاف قامت بعد هذه الواقعة بتمشيط المنطقة المشبوهة، وتم العثور على معلومات مهمة عن عناصر إرهابية مطلوبة أمنياً. ناقشت السلطة المحلية بالوادي والصحراء يوم أمس مع مساعد التغذية في منظمة الإغاثة الدولية بساحل حضرموت الدكتورة أميرة بافضل معايير التدخلات التي ستقوم بها المنظمة في عدد من مديريات الوادي والصحراء في المجال الصحي، واستعرض آلية تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لعلاج حالات سوء التغذية الحاد والمتوسط للأطفال أقل من 5 سنوات وللنساء الحوامل والمرضعات، وأكدت قيادة السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة لأنشطة المنظمة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وأوضحت مساعدة التغذية في منظمة الإغاثة الدولية بساحل حضرموت الدكتورة أميرة بافضل بأن المنظمة ستعمل حالياً في عمد والعبر وحريضة وسا والسوم من خلال العمل على الاكتشاف المبكر لسوء التغذية والمعالجة المجتمعية لها. اطلعت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت اليوم على مشروع تعشيب الأستاذ الأولمبي بسيئون، وتعرفت السلطة المحلية خلال لقائها مدير عام الشباب والرياضة بالوادي والصحراء علي باشعيب والمدير التنفيذي لمؤسسة العشب الأخضر المهندس أحمد سويدان على الاستعدادات للبدء خلال الأيام القادمة في المرحلة النهائية من مشروع التعشيب والمتمثلة في فرش أرضية الملعب بالعشب الاصطناعي. كما ناقش اللقاء آلية تنفيذ مشروع أعمال المضمار والرصيف بتمويل من السلطة المحلية بالوادي والصحراء. وشددت السلطة المحلية بالوادي والصحراء على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والفترة الزمنية المحددة. اطلع رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية العميد يسر خير الله عمر على أحوال المقاتلين المرابطين في معسكر يبعث التابع للواء الريان بتوجيهات من محافظ حضرموت. وتفقد رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمعية قائد لواء الريان العميد ركن طالب بارجاش وقائد معسكر يبعث العقيد سالم باسلوم الوحدات المرابطة في مديرية يبعث ضمن عملية القبضة الحديدية وكذا أعمال البنية التحتية للمعسكر من عنابر سكنية ومكاتب إدارية. وأشاد العميد خير الله بمستوى الجاهزية القتالية والانضباط والربط العسكري للمقاتلين. من جهته ثمن قائد لواء الريان العميد ركن طالب سعيد بارجاش الزيارة التفقدية للتوجيه المعنوي متمنياً أن تتكرر هذه الزيارات لكافة الألوية المرابطة في المرتفعات الغربية لحضرموت وتعزيزها في رفع المعنويات لدى المقاتلين. جرى بمديرية الشحر مراسيم التوقيع على إقامة مخيم طبي بمستشفى الشحر العام منتصف شهر إبريل من الجراحة العامة
مكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت والسلطة المحلية بالمديرية والمدير التنفيذي للمخيم الجراحي السابع. وأكد مدير عام صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري أكد على إيلاء مكتب الصحة اهتمام بالغ بمثل هذه المخيمات التي تساعد المواطنين وتخفف عن كاهلهم أعباء تكاليف إجراء مثل هذه العمليات، شاكرا الجهات الداعمة لهذا العمل الإنساني، مؤكدا أن مكتب الصحة بالمحافظة قد وضع خلال خطة عمله للعام الجاري 6 مخيمات طبية على مستوى محافظة حضرموت، ويشمل المخيم الجراحي المقام في مستشفى الشحر العام مناظير الجهاز الهضمي والمعدة والقولون وعمليات مناظير البرارة والفتاق، وللأطفال عمليات الجهاز الهضمي والتشوهات الخلقية للجهاز البولي منها تشوهات العضو الذكري، الخصية المهاجرة، القيلة المائية، تضيق حوض الكلى وتشوهات المثانة البولية. دشنت بمدينة سيئون أول عملية إرسال للعينات من الأورام وعينات الدم الوراثية بعد استيفاء كافة المعلومات وإجراءات الحفظ لشركة مستشفى الملك فيصل التخصصي الدولية بالمملكة العربية السعودية عبر مطار سيئون الدولي لهدف تشخيص الحالات وفقاً وأحدث الأجهزة المختبرية التشخيصية. وأوضح مدير عام مكتب الصحة بالوادي والصحراء دكتور هاني العمودي بأن إرسال عينات الأورام والدم الوراثي لعدد من المرضى لشركة مستشفى الملك فيصل التخصصي جاء نتائج لثمرة زيارة وفد الشركة إلى حضرموت الوادي لإقامة توأمة بين شركة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وهيئة مستشفى سيئون ومركز معالجة الأورام بسيئون. وأكد العمودي أن نجاح هذه العملية جاء من خلال التنسيق مع السلطة المحلية في إعطاء أوامرها لتسهيل خروج العينات عبر مطار سيئون إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة. أخمد فريق من الدفاع المدني التابع لأمن وشرطة ساحل حضرموت حريق كبير شب مساء الخميس في محطة العيون بمديرية غيبة وزيرة، وذكر مصدر أمني أن 4 سيارات إطفاء مع كامل طاقمها تحركت من المكلا فور تلقيها البلاغ من عمليات المحافظة، بينما تحركت سيارة إطفاء 5 من مديرية الشحر لحظة اندلاع الحريق، وتمكن الفريق من السيطرة على الحريق في وقت قياسي دون خسائر بشرية، بينما قدرت الخسائر المادية بحوالي 30 مليون ريال يمني. وأوضح المصدر أن سبب الحريق هو التماس كهربائي من مولد الكهرباء أثناء عملية تفريغ مادة الديزل. وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نحو 400 حقيبة مدرسية على طلاب وطالبات مدرسة غيبة وزيرة ضمن مشروع توزيع حقائب وأدوات مدرسية على عدد من مدارس حضرموت. وأعرب الطلاب والطالبات عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية لدولة الإمارات وامتنانهم للجهود المتواصلة من قبل فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت من أجل توزيع هذه الحقائب المدرسية، ما يخفف العبء عن أسرهم في ظل ما تعانيه اليمن وما تعايشه من ظروف اقتصادية صعبة. وأشاد المسؤولون بغيبة وزير بالجهود الإنسانية التي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومساهمتها في دعم مشاريع التربوية بحضرموت، مؤكدين حرصهم على تذليل كافة الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتحسين الوضع المدرسي والبيئة المدرسية، حيث أن هذا المشروع الخيري يخدم الطلاب وذويهم. شهدت مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت عودة الانقطاعات المتكررة والعشوائية للتيار الكهربائي خلال اليومين الماضيين بعد أن شهدت تحسن ملحوظ خلال الأسبوعين الفائتين. ولم يصدر أي تصريح عن أسباب عودة الانقطاعات خلال اليومين الماضيين التي لم يتحدد أسبابها بعد، وكانت المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت قد صدرت بيان بداية الشهر الجاري أوضحت خلاله أسباب الانقطاعات المفاجئة التي شهدتها مدن ساحل حضرموت، يأتي بعد توقف تزويد محطات التوليد بالوقود من المنحة السعودية.
عودت إشكالية طفح المجاري أمس الجمعة في شوارع أحياء منطقة الشرج، مما أدى تضرر المواطنين والمحلات التجارية بالمنطقة وسط غياب تام لدور الجهات المعنية. وتتكرر مشكلة طفح المجاري من حين لآخر في ظل بطء شديد في معالجتها من قبل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، وناشد المواطنون المؤسسة المحلية بضرورة وضع معالجات عاجلة وسريعة تنهي إشكاليات طفح وانسدادات المجاري في التجمعات السكنية لما تسببه من أضرار صحية وبيئية. نظمت ثانوية الشاطئ بالمكلا في يومها المفتوح حفلا خطابيا وفنيا وثقافيا وتكريميا لطلاب المدرسة والمدرسين والإداريين في ساحة الثانوية. وفي الحفل استعرض مدير ثانوية الشاطئ الأستاذ سعيد العماري إنجازات مكتب التربية بحضرموت والمكلا ونهوض العمل التربوي والتعليمي في الثانوية وما شهده من استقرار وثبات، معربا عن شكره للمشاركين الذين حققوا مراكز متقدمة في المسابقات المنهجية والرياضية والإذاعية والإنشادية والمعرض العلمي. وقال مدير التربية بمديرية المكلا الأستاذ عبود بن عبود الشيخ أن ما تحقق للثانوية جاء بتكاثف وتعاون الجميع، وأننا نتشرف بالإنجازات والمراكز المتقدمة التي حققها المشاركون في المسابقات، متمنيا لهم إحراز مراكز متقدمة في الشهادة الثانوية العامة على صعيد المحافظة والجمهورية. وتخللت الحفل لوحات إبداعية وتراثية وكلمة صباحية عن تاريخ حضرموت وفقرة جمباز قدمها طلاب الكشافة بالثانوية، وأنشودة المكلا وحضرموت المصحوبتان برقصة الغية والرقصات الشعبية، بالإضافة إلى رقصة الشبواني والعدة، وكذا فقرة باللغة الإنجليزية تحدثت عن مدن حضرموت. واختتم الحفل بتكريم المعلمين والإداريين والطلاب المتفوقين في الشهادة العامة للسنوات من 2016 إلى 2018 والطلاب الذين حققوا المراكز الأولى في التحصيل العلمي للفصل الدراسي الأول والمشاركين في الأنشطة اللاصفية. نظم فريق ويكان عصر الجمعة وقفة مناصرة لتعزيز الوعي ومحاربة سرطان الثدي أمام هيبر المستهلك بالمكلا لمدة ساعة ضمن فعالية ورق وردي لمشروع رؤية. وعقب الوقفة قام الفريق بمسيرة انطلقت من أمام الهيبر وصولا إلى قاعة نادي متطوعون لمواصلة فقرات الفعالية والتوعوية ومناصرة مرضى الثدي. وأوضح ضابط مشروع رؤية عوض بادخن أن الفعالية الثانية عبارة عن عدة فعاليات تهتم بإبراز مواهب الرسم والتصوير والخط التي تناصر مرضى سرطان الثدي، مشيرا إلى أن مشروع رؤية يستمر على مدى شهرين وسينفذ عدد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية الهادفة. واستعرضت خلال الفعالية الرسومات المعبرة والخط العربي والصور الفوتوغرافية والمسابقات الثقافية التي تهدف إلى التوعية بسرطان الثدي. وتعود 25% من عائدات هذا العمل لمرضى السرطان. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. استشهاد جندي وإصابة 3 من جنود النخبة الحضرمية جرى مداهمة لأحد الأماكن المشبوهة في مدينة الشحر. رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة الثانية يتفقد الوحدات العسكرية المرابطة في مديرية يبعث. توقيع اتفاقية لإقامة مخيم جراحي بمستشفى الشحر العام. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.